انا اسمي سلمى سعيد من القاهره، واسمي على التويتر سلمى سعيد وعلى فيسبوك سلمى سعيد. وانا جزء من حركه المدونين، يعني اللي تسمى حركه المدونين المصريين. وكنت الفتره اللي فاتت كلها بسمع انه معظم الناس بتتكلم عن العلاقه ما بين الثوره المصريه وما بين الانترنت والادوات الجديده للاعلام. وطبعا هو في علاقه وثيقه جدا ما بين بدايه الثوره المصريه واستخدام الانترنت في الاتصال ما بين الناس وبعض. ولكن الحقيقه انه يمكن الناس بتدي للجزء ده حجم اكبر من حجمه شويه، لانه بعد كده بعد يوم 25 يناير الانترنت اتقطع، وكل الشباب اللي كانوا معتمدين بشكل كبير جدا على الفيسبوك والتويتر والمسجز عشان يوصلوا كلامهم لبعض ويعملوا النوع التشبيك ده، قدروا يعملوا ده من غير اي ادوات تكنولوجيه. فهي كانت حاجه انترستنج جدا ان الواحد يعرف انه قد ايه التكنولوجيا مهمه، بس قد ايه برضو الواحد يقدر يعمل اللي هو عايزه من غيرها خالص. واحنا شفنا ده في اول ايام الثوره، بعد لما الانترنت اتقطع والتليفونات اتقطعت، وبعد لما الموضوع تحول من انه اللي بيقودوا هم مجموعه الشباب اللي عندهم تويتر اكاونت وفيسبوك وكده، الى انه يبقى في كل قطاعات الشعب وكل الطبقات من مختلف الاماكن من القاهره ومن بره. انا ليتلي بستخدم موبايل اتش تي سي على سوفت وير اندرويد، لانه انا مهتمه عامه بالاوبن سورس سوفت وير، فكنت عايزه اجربه. هو فعلا موبايل كويس.